ايه؟ امتى اشتريتوها وامتى خسرت؟ يا دي المصيبة، يا دي المصيبة. يا سعد في ايه؟ انا بيتي اتخرب، بيتي اتخرب خلاص. ايه ده بس، فهمني في ايه؟ الاغبياء، الاغبياء اللي عندي اشتروا اسهم ب 10 مليون جنيه في شركة، والشركة دي فلست من ساعة واحدة بس. يا لهوي، يعني انت خسرت 10 مليون جنيه؟ دي البداية، وربنا يستر على اللي جاي. انت متسلط عليا ولا فاكر ان الحظ هيخدمك زي المرة اللي فاتت وتقول لي عندك خطة؟ بصراحة ما عنديش. يعني دمرتني بغبائك. ومين قال لك انه بغبائي؟ يعني ايه؟ دايما بتفترض انك الذكي الوحيد. ما انا لو افترضت انك استسكيت في موقف زي ده يبقى هفترض فيك الأسوأ وهتأكد انك خاين. انا خدتك وبعتك وقبضت الثمن، وريني ازاي بقى هتخرج من ورطتك دي. المرة دي مش هينفعك ذكائك. معقولة؟ معقولة انت تعمل كده؟ طب ليه؟ ليه واحدة؟ قول ليه وليه وليه وليه؟ الدرجة دي بتحقد عليا؟ انا بكرهك. ليه؟ ليه ده انت ما شفتش مني غير كل خير؟ ده جزائي؟ ده جزائي اني وقفت جنبك؟ ده جزائي اني خليتك بني ادم بعد ما كنت رمة ولا تسوى؟ كنت باقي معاك على العيش والملح، وانت اللي خنتهم بطمعك وفراغت عينك. اعتبرتك صاحبي واديتك ثقتي وامنتك على فلوسي. معقول انت تعمل كده؟ ده احنا طول عمرنا اصحاب من ايام الجامعه. اديك جبت المفيد. من ايام الجامعه وانا كنت بحس دايما ان انت ابن الناس المستحمي اللي عنده عربيه. انا ذنبي ايه في ده كله؟ ذنبك انك ارتحت وغيرك شقي. ده انت شرير قوي. مفيش شرير بيبقى شرير لوحده، اكيد في حد بيدفعه لكده. وانا بقى من الناس اللي دفعتك انك تبقى شرير؟ انت اول واحد. ليه؟ ده انا طول عمري بعطف عليك وعمري ما حسستك بفقرك. عطفك ده كان بيقتلني، كان بيحسسني بعجزي. الرفاهيه اللي كنت بعيشها معاك كنت بحس انها ايام من الجنه، بتحرم منها اول ما ارجع شقيت الحقيره. الحاجات دي كلها خلتني اكرهك، اكرهك، انا بكرهك. انت مريض. حتى صفيه البنت الوحيده اللي حبيتها في حياتي حبيتك انت. طب انا اعمل لك ايه؟ اعمل لك ايه اذا كنت انت مش عارف تلفت نظرها؟ الفت نظرها بايه وانت دايما قدامها ريحتك حلوه وحاطط برفان؟ دايما قدامها بتلمع. يعني انت لازم تطفيني عشان تلمع انت؟ ما كانش قدامي حل تاني غير كده، لان وانا جنبك كنت دايما انت نمره واحد وانا نمره اتنين، وانا لا يمكن اقبل كده لان انا زيك بالظبط. ما تبقى نمره واحد بعيد عني يا اخي. ايه اللي جايبك تزحمني في حتتي؟ عجباني يا اخي حتتك. وبعدين خلاص الاوراق اتلخبطت وانت ما بقاش ليك ترتيب اصلا، وبقيت انا نمره واحد لان التمن اللي انا بعتك بيه خلاني مليونير، خلاني احسن منك. ده انسان حقير، حقير. وهقتلك، هقتلك، هقتلك يا كلب يا زباله. انا تعمل فيا كده؟ انا تعمل فيا كده؟ يا حقير. ايه ده حضرتك؟ ايه ده حضرتك؟ انا لسه في امي كتير، وهعيش وهتمتع وهبقى احسن منك. انما انت قول على نفسك يا رحمن يا رحيم. يا زباله يا رمه يا واطي. وفر نفسك للمصايب اللي جايه يا سعد بيه. سلام يا صاحبي. اوعى. ايه ده يا فندم؟ ايه ده؟ يا سعد طمني، عملت ايه؟ كله راح. يعني ايه؟ خلاص مفيش امل تعوض الخساره وتصلح الغلط؟ الغلط فينا احنا، ما بقيناش بني ادمين، بطلنا نحب بعض، كل واحد بقى مش راضي بحاله.
باصص للي في ايد غيره وبيحسدوا عليه. بقى كل همنا ازاي نفرح في بعض مش نفرح لبعض. انت تقصد مين بالكلام ده؟ كلنا. قوي بيقتل الضعيف عشان قادر عليه، والضعيف لو جات له فرصة انه يقتل القوي مش هيتردد لحظة عشان ياخد مكانه. في النهاية كلنا خسرانين، كلنا خسرانين. من الخسائر هيعدي العشرة مليون. بعد المصيبة دي كارثة. سعد بيه أنا شايف إن احنا نعرض الأسهم الخسرانة دي للبيع، ما هو يمكن حد يجي ويشتريها. ومين الأهبل اللي هيشتري أسهم زي دي؟ واضح إن أنا كنت آخر مغفل فيهم. لا العفو يا فندم، في ناس متخصصة في شراء الشركات الخسرانة. طبعًا هم بياخدوا السهم بسعر ضعيف، بس أي مبلغ هيجي منهم هيقلل الخسارة. إيه رأي سعادتك؟ لا أنا شايف إن احنا نقوم الشركة الخسرانة دي على رجليها، وعلى قد ما ربنا ينفق في صورتها على قد ما نقلل خسارتنا. ده معناه إن سعادتك هتضطر تصرف عليها من جيبك، وممكن تستنى كتير. سعد بيه، خسارة قريبة ولا مكسب بعيد؟ بس دي مش خسارة، ده خراب مستعجل. وبعدين احنا لو بعنا الأسهم شكلنا هيتهز في السوق ومحدش هيثق يتعامل معانا تاني. طيب أنا عايز دراسة وافية عن حجم السيولة المطلوبة عشان نقدر نقوم الشركة دي على رجليها من تاني. يعني سعادتك شايف إننا نقوم الشركة دي على رجلها ونبيعها كسبانة؟ هعمل إيه؟ ما أنا مفيش قدامي حل تاني. خلاص ادينا 48 ساعة والدراسة تكون جاهزة على مكتب سعادتك. أيوة سعد بيه، بس إحنا ما بنفهمش في تجارة البسكوت. خلاص نجيب ناس بتفهم في تجارة البسكوت، وعلى رأي المثل ادي العيش لخبازه. أيوة سعد بيه، بس ده هيكلفنا مبالغ كبيرة. كام يعني؟ لما الدراسة تخلص نقدر نقول لسعادتك. طيب 48 ساعة بالظبط، وعايز الدراسة دي تكون على مكتبك. يا طارق بيه، أنا شايف إن المبلغ قليل بالنسبة للخدمة اللي أنا هعملها لكم. أنت عايز كام؟ 3 مليون جنيه. 3 مليون جنيه مرة واحدة؟ مش كتير على هيشتري السهم بتاعكم اللي هيقع الأرض وهيشيل بدلكم طين. ولا أنتوا ناسيين الصفقات اللي أنتوا عملتوها؟ لما تتعرف فضيحتكم هتبقى بجلاجل، مش كده؟ السهم بتاعكوا هيبقى عامل زي ورقة الخص، مش هيبقى ليه قيمة. هتشتري كم سهم؟ كله. يعني هتشيل ب 10 مليون جنيه؟ وليه عمولة 30%. اتفقنا. هتشتري امتى؟ هاخد 1.5 مليون كاش، والمليون ونص التانيين تكتب لي بيهم شيك يستحق الصرف بعد يومين. اشمعنى يومين يا طارق بيه؟ لأن اليومين دول هما اللي هكون نفذت فيهم العملية. اتفقنا. على خيرة الله. قولوا للي أكل الحياة.